الثالث أن يؤدي جميع ألفاظ الأذان والإقامة واحد. نعم، ما يصير واحد يقول نص الأذان والثاني يجي يكمل عنه، لابد أن اللي بدأ بالأذان يكمله كامل. يعني أعطيكم مثال وقع في هذا المسجد، في إحدى الجمع المؤذن بدأ يؤذن، لما بلغ أشهد أن محمد رسول الله راح صوته خلاص، مو قادر يكمل، تعب مو قادر يكمل الأذان، فجاء واحد وكمل عنه، فبدأ على حي على الصلاة حي على الصلاة، فخطأ خطأ، لازم يعيد من أول. لابد أن يكون الأذان كله من شخص واحد ماشي، الأول بدأ بالأذان ما استطاع أن يكمل، يأتي الثاني يعيد من أول، يستأنف من جديد ولا يكمل على أذانه. كذلك الأمر بالنسبة للإقامة، يستأنف من جديد إذا انقطعت الإقامة في وسطها مثلا، ما استطاع أن يكمل لأي سبب من الأسباب، فالثاني الذي يكمل عنه لا يصلح له أن يكمل، وإنما يبدأ بالإقامة. إذن يشترط في الأذان يكون من شخص واحد، ويشترط في الإقامة كذلك أن تكون من شخص واحد. نعم.